السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم بخو فرونسي مع الأستاذ يوسف. في هذا الفيديو إن شاء الله غنتكلموا وغنديروا بيت بريزونطاسيون دو برومي موديل اللي هو كانديد أو لوبتيميزم لو كونت فيلوزوفيك دو فولتير، ولا سي فولي لا فيش دو ليكتور كما كتسميوها. غنتكلموا إن شاء الله على المعلومات الستة الأساسية، بدءا من لو تيتر، لوتور، لو جونغ، la date de publication, le siècle et autres œuvres du même auteur. Riwayat okhra li nafs al-katib Voltaire. Alors, nbdaw awalan bel titre, ghadi tchoufou anno le titre bhal mkoun men wahed lqismayn li huwa Candide ou l'optimisme. Nchoufou bidayatan Candide, chkoun huwa Candide? Candide tout simplement c'est le personnage principal. Candide est le personnage principal, donc il est ni l'auteur, machi wa l'katib triwaya, lian l'katib triwaya huwa Voltaire. Ni le narrateur, parce que le narrateur en général il est toujours inconnu. Rawi, le narrateur Rawi, Ghaliban qui est مجهول. الشق الثاني من العنوان هو لوبتيميزم اللي كتعني باللغة العربية التفاؤل. وهذا لوبتيميزم هي كتعطينا واحد إلا قلنا رؤية فلسفية لهذه الحكاية. هاد الرؤية الفلسفية، هاد لا فيزيون فيلوزوفيك ديال هاد الحكاية ديال كانديد أو لوبتيميزم، الأصل ديالها واقعي من الفيلسوف الألماني اللي هو ليبنيز. هاد الفيلسوف الألماني ليبنيز زاد في 1600 تقريبا 46 واحد علينا واحد 50 سنة بينه وبين فولتير في الزيادة، دونك بيناتهم واحد 50 سنة. وهاد الفيلسوف كيقول لك مثلا أو كاين نوجز نظريته بانه كل شيء على احسن ما يرى، بمعنى الشيء اللي كنعيشوه بما فيه لو مال راه سي تري بيان باسكو هذا. وهاد هاد النظريه هذه هي السبب اللي جعلت فولتير يسخر من هاد النظريه عن طريق شخصيه بونغلوس اللي كتعرفوها كاملين واللي مذكوره في لو شابيتر 1، واللي يعني الخلاصه ديال نظريه بونغلوس كتقول لنا بلي تو تي تو ميو tout est au mieux. Tahdidan ga fi le chapitre 1 kigoul lina ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Bimana الناس اللي كيقولوا ان tout est bien معناها كلشي زوين، لا غالطين. هذا واحد بينا قلتي واحد الحماقه ولا ارتكبوا شي حاجه ما كيقبلهاش العقل. وكان علينا نقولوا tout est au mieux، بمعنى هذا الشيء اللي كان افضل 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 ما يمكن ان يكون. دونك هنا بما انه كنلغيو انه كاين شي حاجه سميتها لو مال، لا توتي تو ميو سافو دير حتى داك لو مال اللي كتعيشو راه سي تان بيان، ما كاينش لو بيان لو مال، كل شيء اي بيان. هذا هو الملخص النظريه ديال ليبنيز اللي حقيقيه، واللي فولتير جاب هاد كونديدو لوبتيميز باش يسخر، لانه هو كيسخر من خلال الكونت فيلوزوفيك ديالو. الوغ ندير واحد الاضافه بسيطه جدا، سي كو هاد كونديدو لوبتيميز هاد الحكايه استطاعت انه تطبع 20 مره في حياه فولتير في حياته، وفي اقل من شهر تطبعت تقريبا واحد 6000 نسخه منه. بمعنى هذا يعتبر نجاح، هو من لي شي دوفر، هو من الكرون سوكسي ديال فولتير هاد كانديد او لوبتيميزم، لا سيما السياق فاش جات. ندوزو للنقطه الثانيه اللي هي لوتور هو فولتير. هاد سميت فولتير ماشي سميتو الحقيقية، سميتو الحقيقية هي فرانسوا ماري أغوي، أسافوغ كو فرانسوا هو سميت بوه، كان سميتو فرانسوا أغوي، أو ماري سي لو برينو دو سا مامون دو سا مير، سميتها ماري مارغريت دومار، هادي سميت الأم ديال فولتير، لو برينو ديالها هي ماري مارغريت. ألوغ فولتير إلي ني en 1694 à Paris, Paris, ou fait Hamet 1778, donc on a appelé 1694 à Paris, Z, ou Met 1778 à Paris. Cette information est très importante, ou là on a donné quelques ajouts. Mais fait Hamet, on a appris qu'il était poète, chaire, qu'il était مسرحيا, dramaturge, il était un dramaturge, كان مؤرخا، ولكن قبل كل هذا كان محسوب على الفلاسفة، لا سيما فلاسفة الأنوار ديال القرن 18. ألوغ ندوزو للنقطة الثالثة اللي هو لو جونغ. حتى في لو جونغ لقاو أنو لو جونغ سميتو كونت فيلوزوفيك. يعني جوج كلمات هنايا، غنبداو بلو كونت. شناهو لو كونت؟ لو كونت هي الحكاية، كاين اللي كيسمها الحجاية، كل واحد واش كيسميها، كتبدا بإليتيت اون فوا،
Ou Candide, une fois qu'il me dit, il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le Baron de Thundertentronckh, il y avait en Westphalie, dans le château. Donc, alors, le conte, en général, le conte en général, il y a le conte traditionnel, il y a un récit, il y a un roi, une fiction, une imagination, un univers intemporel, الفضاء غير محدد زمانا. داكشي اللي قلت لكم دابا قلت لكم راه تكلمنا على المكان اللي هو فيستفالي ولم نتكلم عن يعني الزمان. وكيبدا بإلي تي اون فوا كيما قلت لو ايرو البطل كيكون دائما كيلعب كيلقى مشاكل وداكشي، وفي الاخر كتكون الامور بخير وعلى خير. اون جينيرال سي كوم سا كو سا سباس بور ان كونت تراديسيونيل. الا ان لو كونت ديالنا حنا اليوم سي با ان كونت تراديسيونيل، سي ان كونت فيلوزوفيك، بمعنى راه كاين واحد النظره فلسفيه للامور. غادي نشوفوا تقريبا une petite définition. Le conte philosophique, il reprend les caractéristiques d'un conte traditionnel. Maintenant, le conte philosophique, c'est un conte. Il y a des choses qui sont les d'abord. Quel est le conte philosophique? Il y a la vision philosophique. Il y a une vision philosophique. Pourquoi? Pour pousser le lecteur à réfléchir. Quand vous voulez le qu'il y a une vision ou le conte philosophique. كما هو معروف عند فولتير تحديدا يعني انه هو الى قلنا هو السيد ديال لو كونت فيلوزوفي في وقته. كريتيك ينتقد بطريقه غير مباشره انديريكتومون، كينتقد باش يتجنب باش ما يوقعش في لاسونسور اللي هي الرقابه اللي كانت وقتها. كينتقد الحكم، كينتقد الظلم، كينتقد بعض المرات رجال الدين، كينتقد المجتمع، كينتقد انواع الامور. وهذا اللي قدامكم واحد المانوسكري، واحد المخطوط ولا واحد اي مخطوط اليدوي ديال كانديد او لوبتيميز. ندوزو المعلومه ان شاء الله الرابعه اللي هي دات دو بوبليكاسيون سهله 1759، هو التاريخ اللي نشر فيه لاول مره طبعا الحكايه الفلسفيه كانديد او لوبتيميزم دو فولتير. وهذه معلومه شفتوها قبيله، تطبعات 20 مره في حياه الكاتب فولتير، و حققت واحد 600 نسخه في هذا اللي تباعت في واحد المده وجيزه جدا. لو سيكل سي لو 18 سيكل، القرن الثامن عشر. وكما كتعرفوا القرن الثامن عشر هو القرن الانوار ولا عصر الانوار اللي بان فيه مجموعه من الفلاسفه اللي مهدوا للثوره الفرنسيه اللي كانت في 1789. بمعنى الكتاب عند الروايه ديال كوندي لوبتيميزم صدرت 30 سنه قبل الثوره الفرنسيه، زعما الامر اللي كيبين انه كان يحمل واحد افكار جديده على المجتمع الفرنسي، لا سيما تحديدا في باريس. وبالتالي كتعتبر السياق ديالو التاريخي امر مهم باش نفهموا الروايه. ندوزو الان المعلومه الاخيره اللي هي اوتر اوفر. تعرفوا بانه الكاتب عنده روايات اخرى كثيرة، ولكن سوف نحتفظ. نهار الامتحان كنطلبوا منكم جوج ماكسيموم ماكسيموم، كنطلبوا لكم اوتر اوف، كنديروا لك اس في اوتر و اس في اوف معنى الجمع. وكتعرفوا بلي في اللغة الفرنسية ما عندناش المثنى، دونك عندنا لو سانجلو بلوريال. دونك اذا كانت اس معناها راه جوج، فما فوق راه بالنسبة للغة الفرنسية راه الجمع هذاك. دونك اذا قال لكم اوتر اوف افيك اس اس في اوتر اف اوف، راه كيطلبوا لك على الاقل جوج ديال الروايات. غتعقلوا على زاديك وغتعقلوا على زاديك ولا ديستيني، وغتعقلوا على زاير، عقلوا على جوج كافيين باش تجاوبوا. دونك هاد الشيء كاع اللي شفناه دابا راه كيشكل كله المجموع ديال هادشي كيشكل جواب على السؤال رقم واحد في الامتحان. دابا غنتكلم لكم على واحد ليكزومبل، نجيب لكم واحد ليكزومبل من جهه العيون الساقيه الحمراء. دونك كما كتشوفوا هذا واحد الكابتشور ديال الامتحان اللي تحط في العيون الساقيه الحمراء. غنشوفوا بالضبط مترشح الاحرار هذا ديالكم ديال صاحب الباك ليبر. غتشوفوا انه الدورة العادية دونك جات العيون الساقية الحمراء هذا العام 2021، الدورة العادية ماشي الراتراباج، الدورة العادية ماشي الدورة الاستدراكية طبعا المادات الفرنسية. غتشوفوا انه هاد ليكزومبل اللي غنجيب لكم من المهم المسلك اللي هو الشعب الادبي والعلم والتقنية، دونك كيدوزوا نفس الامتحان. وكنذكروا بان المعاملة الفرنسية في غالبية المسالك العلوم الانسانيه الاداب هادو كلهم المعامل ديالهم اربعه. اوكي، اذا نشوفوا مثلا ليكزومبل هو انه هذا العام في الساقيه في جهه العيون الساقيه الحمراء هذا العام في 2021 تحطت لهم السؤال الاول على هذا الشكل. طلبوا لهم لو تيتر دو لوف، عطاهم لوتور شكون هما، لو جونغ ليتيرير او لو سيكل.
دونك تقريبا هذا الشيء اللي شفناه دابا في لا فيديو تقريبا يعني بدقه. دابا غادي نعطيكم واحد ليكزارسيس افير وغادي ديروا لي ان روتور في لي كومونتير ديالكم. Alors l'exercice est très très simple, recopiez et complétez le tableau ci-dessous à l'aide de cette vidéo. Alors, dès que tu as vu la vidéo, tu vas te faire regarder tu as écrit هذا التابلو الان قدامك تعاود تكتبو وتعمرو بمعنى تجاوب لي على الاسئله اللي كاينه. السؤال الاول في الخانه الاولى هو لوتور شكون هو, دات اي ليو دو نيسونس, بيرسوناج برينسيبال و اوتر اوفر. هاد المعلومات اربعه غتكتبهم وغادي ديرهم في لي كومونتير وتنزلهم ليا لتحت. ما بقى ليا الا نقول لكم ميرسي يا تري تري بيانتو.